CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. جسد الان بقى تنسس في انبوبه عظمه صغيره قد كده. فتفضل قداستك طلع دي بايدك. اه هناك تفضل.
عايز اقرا لكم الوثيقه اللي موجوده ويا الرفات، وهمسك الرفات اهي وانا ماشي عشان تشوفوها. في سنه 1973 ميلاديه قمت انا البابا شنودة الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه 117 بإحضار رفات القديس أثناسيوس الرسولي من الفاتيكان أثناء زيارتي هناك. وفي يوم الأحد 2 سبتمبر 1990 قمت مع مجموعة من الأساقفة بتدشين كاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي في دمنهور وإيداع جزء من الرفات هناك. وفي يوم الأربعاء 11 مارس 98 ميلادية في مناسبة اجتماع الأباء البطاركة ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط قمت مع صاحبي القداسة ماري أغناطيوس زكا الأول بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والكاثوليكوس آرام الأول للأرمن في بيت كيليكية بإيداع هذه الرفات في المزار المخصص له بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة الأمبرويس بالعباسية بالقاهرة. توقيع البابا شنودة وماري زكا ماري أغناطيوس زكا الأول وكاثوليكوس آرام الأول. Anxious,
نعمة روبولي تسنمني أبس كوبوسني من بؤور دتير دموينا ننتكير دسمنا بولن قادن تدي السلام لك يا بطل حامل إيمان القوم فرا لم تقوى علي أبواب الجحيم في عصر كنت سيد يا أمر أثناسيوس يا لاهوتي يا ظالم يا فقر القرصون شرفت الكنيسة وقت القرن الراب اختارك الأنباء ألكسندر الشماسة في المجمع صعبي لكن تدس في عين مصر علوم مسيحية غداءك أحداث المعمودية بسيط في تفكيرك بالوسائل الروحية طارق صايرا تتبع علما مثل ما دخل يسوع إلى هيكل معلما عرفت الأنبا أنطونيوس جعلك تلميذه كتبت لنا سيرته واقتديت بأعماله آمين في خدمتك عطف على الفقراء مطعما للجياع مضيقا للغرباء في مجمع نقية دافعت عن الهيم فضحا بتاعت ايرون بغيرة الشجعان في حياتك اتكتب في محبة متفانية لهم لجدك الناطية احتملت اشد عذاب في نفي ومؤامرات اتهمك بالخطية ما احد الغنيات مثلك شجاعا وامينا فضح امام الكل فصاحوا والخاطر جاء تائب واصبح لك صاد فقبلت بمحبة وكنت له شفيق كل العالم ضدك وأمرت العالم فسكت أمام ربك الضيقة لم تدم بقوة الصلاة وبعدالة اسمي أريوس بسرعة مات في روسيا كان ورأت أبا إيه مدحك وقدرك ومكانك كان في القلب جذبت شعوب الغرب اتضاعك لك في دفاعك عن نفسك فدعوك بالترحيب دعاك الامبراطور فرأت نادي شارف فأمر بعودتك وكان معك اللطيف
وصلت إلى شابك بعد جهاد تسع سنين غياب غريبا في العالم. فرح الشعب القبطي بهتف بأعلى صوت وصمم بخشوع أن يفتدي بالموت. اشتد الاضطهاد بسبب أدباره فحماك المؤمن في رعاية بخريستو. وتقدم الأغضب وفضل لك للإستشهاد مضوط بفرح وتالي. طرقت لإطيات ذاهبا للبرية مع الأباء الأبرار في حياة قدسية. دافعت عن الإيمان وعن الأرثوذكسية متغاضيه عن الاحقاد الشرقيه. ولما اراد الله انتهى الاطيه ورجعت الى شعب مكللا بالامجد. بطل عظيم جدا منتصرا على بل أكثر من ذلك منتصر على البغضاء. طيعا للإنجيل وعلى الله معتمدا. اذكرنا في صلاتك لنتعلم منك في المحن والتجربة نقد شعوك هذا كان طاول مثل الرسل الأطار بحسب الرسول والنور قد بكل نشاط عن مادة المية أنت أول من صنعه والله أعطاك في السماء مكانك في قلوبنا تسكر السابع من باش هو يوم رحيلك لإلهنا نكنش. Oh.
الذين في كل شيء رب أعنا وإياهم يباركنا الله ونبارك اسمه القدوس كل حين أمين بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلى هنا ملك السلام قرر لنا سلامك أعطنا سلامك وقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واسكننا جميعا يا رب في مرحمك بشفاعة كل القديسين شفاعة أمنا الحنونة الطاهرة العذراء مريم ورئيس جند الرب الملاك الجليل ميخائيل والقديس العظيم ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد والقديس البطريرك البابا أثناسيوس الرسولي وكل القديسين وكل الأبرار الذين أرضوا بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور أمين بخريستوس بنوتي أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اللازم الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع رب لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. ده مزار القديس أثناسيوس الرسولي ولكن يسكن في هذا المزار أيضا على يميننا هنا على يميني أنا المتنيح نيافة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات أول أسقف للخدمات وهنا أبونا ميخائيل إبراهيم وعلى الجانب الآخر المتنيح نيافة الأنبا غريغوريوس أول أسقف للدراسات العليا والثقافة القبطية البسح والبحث العلمي والمدفن بهذه الصورة زي ما أنتوا شايفينها لو بصيتوا فوق هتلاقوا رقة وجمال ولو بصيتوا في الجناب والحوائط هتلاقوا رقة وجمال ولو بصيتوا في الأرضية بس مش هتعرفوا تبصوا هتلاقوا برضو رقة وجمال هتبان بس لما يبقى المكان فاضي بركة صلوات القديس وشفاعته من أجلنا وكل الأباء اللي سبقونا وبركة كبيرة أن القديس أثناسيوس الرسولي يسكن معنا في
هذا المكان، ونتذكر المتنيح البابا شنودة الأحضر لنا هذه الرفات، ونتذكر أيضا الفاتيكان اللي سمح وقدم لنا هذه الرفات من القديس أثناسيوس. ومن عظمة هذا القديس اللي بيسموه أسقف الأساقفة إن كل الكنائس بتتنازع عليه، لكن فخرنا واعتزازنا أنه مصري نبت على نفس هذه الأرض المصرية اللي احنا عايشين فيها. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.